بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء إذا
حقيقي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير كبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. الله يا بحر العلم يا كل العلم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر 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 باسم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان حرك القلوب يا حبيبي وشوشني ولا تدوشني وقول يا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم. عم برحمتك يا رب. بس انت جبتها بقى لوحدك اهو ساعدني كمان مره كده بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء ولا تخسر الميزان ولا تخسر الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان كنت سامعها امبارح، سمعتها النهارده ليه؟ كله خير. كلك ما حضر خير، الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم
إذا لما وتحبون المال حبا جما كلا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يا دكتور لسه بدري يا دكتور الليلة منفوحة يا دكتور أكرم من يصلي على الحبيب لا
والله أكبر ولله الحمد لا رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء قول يا بحر العلم يا كل العلم قول كمان يا بحر العلم يا كل العلم الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم عشان الناس اللي بتيجي يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان وهو الدواء لكل جرح غائر وهو المحارب نزغة الشيطان وهو البلاغة والفصاحة كلها وهو الحضارة في علو مكان يهدي إلى الخير العميم وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان اقرأ كما أمر الرسول تعلما وانبذ طريق
السهو والنسيان. ختمنا هذه الليلة المباركة بهذه التلاوة القرآنية المباركة من واحد من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي فضيلة الدكتور عبد الناصر حرج. في رحاب هذه الليلة المباركة أسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. كنت معكم مسعد الجهري كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.